بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النهاردة يوم الأربعاء، يوم 10/12، يوم 10/5 نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم إن شاء الله تعالى الشغل في مسجد التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا معظم التوحيد والتكاليم في الساكبو ساكبو مصلى النساء، يا معظم شايفين أهو. هز تاني يا عم علي، هز هز على قد ما تقدر تسجل في الهز يا عم علي. الله يبارك فيك. شغل 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 التاني عم مصر، شغلوه شغل الازازين شغالين اهم، والبوم شغال الفضل ده، واحنا شغالين في الكاميرا الكبير اللي هو المتر ونص يا باشمهندس عمرو، المتر ونص يا باشمهندس حاج عايض، المتر ونص يا باشمهندس محمد سعيد، شغالين فيه اهو. فيا ريت تاخدوا بالكم معانا وربنا يبارككم ويكون معانا خير ويتفضل منا منكم ان شاء الله الاعمال اهو. وادي الازازين شغالين اهو، وادي الرجاله شغاله ان شاء الله يتفضل منا ومنكم ان شاء الله الاعمال اهو. دي اربع عربيات بره اهو ان شاء الله سبحانه وتعالى اهو. العربيتين بره اهو، وادي كمان عربيتين جوه اهو. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وادي الطقم شغال، وادي الرجاله شغاله. يا ريت دعواتكم معانا ربنا يبارك لكم ويتموا على خير يا رب. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.